أنجون 2-0 2-0-20 ويسكونسن هاد إيشو 308 15,000 نيو تشيرز اوف اتس 10 بار فاليو ستوك تو باتجير كومباني اون ان اكسشينج اوف اول فور اول اوف ذا اوتستاندينج تشيرز اوف ذات كومباني ويسكونسن تشيرز هاد فير فاليو اوف 40 دولار بير شير وبعدين بريور تو ذا كومبينيشن ذا فاينانشال ستيتمنت فور ويسكونسن باتجير 6 مانث بيريد اندينج June 30, 2020, where as follows credit balances in parentheses, within the expenses will revenue expenses will retain will income and dividend retained earnings, what the assets what the liabilities. بيقول لي ويسكونسن برضو paid $30,000 to a broker for arranging transaction. In addition, Wisconsin paid $40 in stock issuance costs, but their equipment was actually worth $700,000, but its patent technology was valued at only $280,000. اللي طالبوا بقى ايه؟ What are the consolidated balances for the following accounts? The net income, the retained earnings, والباتنت تكنولوجي الجود ويل لايبيليتيز كومن ستوك اديشنال بيدنج كابيتال از اي تولد يو بيفور وي شود بريبير فور ذيس كالكوليشنز بيجينينج فروم ريكوردينج اكوزيشن انتريز اولسو بروفيشنال سيرفيس اكسبنس and stock issuance costs as you have data about this item also allocation calculation all these items finished last lecture كل الكلام ده خلصناه last lecture تحب نفكركو اهو يعني من البداية اهو يبقى هنا بنقول في liabilities 300,000 plus 15,000 new shares of 10 bar value هنشتغل على الفير بص تحت في الكلام المكتوب investment in Badger equal liabilities plus fair value of new shares يبقى liabilities 300,000 plus 15,000 shares time fair value 40 so investment in Badger equal 900,000 as you see this for preparing acquisition entry the debit it's okay debit investment budget credit common stock sorry بداية ال liabilities 300 common stock bar value which is 15 as you see بص كده فوق 15,000 shares time 10 bar value equal 150 and the remaining between difference between book and fair additional bidding capital 450 as you see اهو you will see اهو ده اللي اتشرح قبل كده consideration transferred fair value of new shares plus liabilities اهو 15,000 شير بلس 40 دولار بير شير 600 اند لايبيلتي 300 ايكوال 900,000 اكوزيشن انتري انفستمنت ان بجير كومباني 100,000 لايبيلتيز 300 كومن ستوك بار فاليو 150 ريمينينج اديشنال بيد ان ايه ها ان كابيتال اوكي بعد كده رحنا للبروفيشنال سيرفيس اكسبنس والايشوانس كوست اهو بص لي كده هنا بيقول لي ويسكونسن also paid $30,000 to broker for arranging the transaction this professional service expense $30,000
دولار. Professional service expense debit and cash credit. Also Wisconsin paid 40,000 in stock issuance cost, additional bidding capital والكاش كريت. So الكاش موجودة في two entries, هعمل compound entry. Professional service expense 30, additional bidding capital 40, and cash credit was 70. As you see here, professional service expense, additional bidding capital, and cash is credit was 70. What is remaining is calculation, allocation calculation. How do we make allocation calculation? As you know, طب انتوا خلصتوا ده؟ خلاص هناخد ها؟ ال arranging transactions اهي ادي انت بتسال السؤال ده ما اهي بص لي كده مكتوب ايه؟ Wisconsin also paid 3000 to a broker for arranging transaction. Wisconsin دفعت 30,000 دولار لسمسار بروكر سمسار ل arranging transaction. كلمة arranging بديل عمليه بروفيشنال سيرفيس اكسبنس. اوكي خلصنا البروفيشنال سيرفيس اكسبنس وخلصنا الستوك ايشوانس كوست. اتفضل لنا الالوكيشن كالكوليشنز. الالوكيشن بيجيننج فروم كونسيدريشن ترانسفيرد ويز 900,000 ماينس البوك فاليو اوف باجير. نشوف البوك فاليو. البوك فاليو اللي هي ايه؟ حاجه من اتنين، يا هتاخد الاسيتس ماينس لايبيليتيز. يعني انت لو بصيت على الاسيتس هنا هتلاقي 1 مليون 180 خلاص، وهتلاقي اللايبيليتي 410، ذا ديفرنس از 770. او هتاخد الكومن ستوك والاديشنال بيد والريتيرن ايرنج تجمعهم يدوك نفس الكلام اهو 200 300 200 ايه؟ سواء دي او دي هيدوني نفس الايه؟ ها؟ القيمه. تاني هناخد كل الاسيتس اللي فوق بوك فاليو ماينس لايبيليتيز اللي هي 410، ذا ديفرنس از 770. اور ناخد البوك فاليو كوم كل ده بتاع السبسيدري زي ما انتم شايفين 200 270 300. يبقى انا عندي كده البوك فاليو بجير 900 ماينس سوري الفير فاليو او كونسيدريشن ترانسفير 900,000 ماينس البوك فاليو 700 مش كده؟ وانا كاتب لك الكلام تحت اهو اهي ادي التوتال اسيتس ماينس لايبيليتيز اهي 770 اهو كاتبها لك موجوده اهي تمام؟ هنيجي بعد كده هنعمل الالوكيشن كالكوليشنز سوري الالوكيشن على ايه بقى؟ اللي حصل فيهم تعديل هو مديني حاجتين بس الاكويبمنت 700 خلاص؟ وهنا ورث هنا بتقول لي لو رجعت فوق على الاكويبمنت الاكويبمنت البوك فاليو 600 والفير فاليو يبقى فيه بلس 100 تاني البوك فاليو كام؟ 600 والفير فاليو تحت اهي 700 اهي يبقى كومباريزون بتوين بوك اند فير ديفرنس بتوين بوك اند فير بلس 100 also patent technology was valued at only 280 ده البوك فاليو 300 سو ماينس لان دي ايه اوفر فاليو من البوك للفير ننقص ولا نزيد على حسب الاماونت هنا البوك 300 الفير 280 يبقى يحصل ايه ديدكشن يبقى ماينس ايه 20 يبقى اللوكيشن ديفرنس بين فير اند بوك 4 اكويبمنت 100,000 وفور بيتنت تكنولوجي ماينس اند ذا ديفرنس ويل بي جود ويل طيب وكل الكلام ده احنا اهو المحاضرة اللي فاتت برضو ده انا لسه ما رحتش للجديد ادي consideration transfer 900 book value by year 770 يبقى excess fair over book value 130 allocation to specific accounts fair minus book value equipment 700 minus 600 100,000
بيت التكنولوجي 280 minus 300 minus 20 so 80 130 minus 80 good well 50 تمام كده احنا خلصنا كل الكالكوليشنز بتاعتنا تمام نروح بقى للي هو عايزه عايز الكونسوليديتد توتالز خلاص في سم ايتمز ريكوايرد ذا اماونت اوف سبسيدري ار نوت افكتد هنشوف نبدا نشوف الحاجات اللي هو طالبها هنا اول حاجه النت انكم النت انكم اللي هو ريفينيو ماينس اكسبنس مش ويل نوت تيك نت انكم فور سبسيدري واي بيكوز ذيس نت انكم اوكير برير تو كونسوليديشن حصل قبل الايه يعني ما فيش علاقه للكونسوليديشن بيه هو هيبقى كيب اتس اون اماونت ذير از نو ادجستمنت مفيش تعديل لا في الريفينيو ولا في الاكسبنس هناخد بتاع البيرنت بس طيب تعال معايا كده ارجع انت عندك الريفينيو والاكسبنس الخاصين ببادجير قلنا دول لا هنركز على مين ها على مين على البيرنت بس تاني الاخ اللي نايم ورا الشابتر اللي جايب مشيئه الله اللي هو يبقى كونسوليديشن سبسيكوينت تو زيرو اوف اكويزيشن هيبقى في انكم حصل بعد الاكويزيشن المفروض يتاخد في الحسبان ففي الحاله دي هناخد البيرنت والسبسيدر ده لسه في الشابتر اللي جاي انما انت بتقول ازدادت في اكويزيشن اجديت في اكوزيشن يعني في لحظه الاكوزيشن ما حصلش انكم الانكم كله حصل قبل الاكوزيشن وبالتالي ما بناخدش الانكم الخاص بالسبسيدري اللي هو برير تو اكوزيشن وبناء عليه هناخد ما يخص مين البيرنت بس والبيرنت لو تتذكر قلنا عندنا في بروفيشنال سيرفيس اكسبنس صح هيحصل انكريس في الاكسبنسز الخاصه بمين بالبيرنت هي كانت هنا 660 هنعمل لها بلس 30 بلس كام طيب الناس اللي متنعها الكلام اهو عشان بيقول لي الكلام جه منين هيقول لي الكلام جه منين مش كده اهي بص لي تحت هنا بروفيشنال سيرفيس اكسبنس هنا كام ها 30 اضيفها على الاكسبنسز الخاصه بمين؟ بالبيرنت يبقى الاكسبنسز هتصبح 690 والريفينيو 900 ريفينيو 900 خلاص بناء عليه هنكتب ادي في حاجه؟ طيب ادي الكونسوليديتد توتالز نمبر 1 نت انكم خلاص نت انكم هنقول بيرنت اونلي بيرنت ايه اونلي ليه بيكوز ها انكم سبسيدري نت انكم اوكيرد برير تو كونسوليديشن اخد بالي طيب الريفينيو كام الريفينيو 900 ماينس اكسبنس الريفينيو 900 والاكسبنس قلنا 900 690 تمام ايكوال 210000 ده اول ايه ها اول مطلوب ما اعتقدش فيها مشكله فيها مشكله ها طيب نشوف يلا قبل ما تنقل النقطه الجديده
ها اروح للنقطه الجديده. طيب نروح للنقطه الجديده. طالب ايه؟ الريتيند ايرنينجز. برضو الريتيند ايرنينجز شانها شان مين؟ الانكم. لان الريتيند ايرنينجز الانكم كله مرتبط بمين؟ برضو بالايه؟ بالبيرت بريرت كونسوليديشن. هناخد الاماونت اللي ظهر قدامي خاص بالبيرنت بس. ما الريتيرن ايرنج دي مكاسب برضو ارباح محتجزه، يبقى هناخد البيرنت اونلي. طب فين البيرنت بالريتيرن ايرنجز؟ اهي البيرنت الريتيرن ايرنجز اللي هي بريرت كونسوليديشن اهي كام؟ ريتيرن ايرنجز 1 1. هو طالب مش ريتيرن ايرنجز ات ذا اند، طالب ريتيرن ايرنجز ات 1 1. هناخد بتاع مين؟ البيرنت بس. خلاص نفس الكلام، اروح واكتب خلاص ريتيرن ايرنجز ات 1 1. خلاص برضو بيرنت اونلي، مش هكتب التفاصيل بقى لان اللي اتكتب فوق هو نفسه اللي تحت. ايكوال كام؟ وانا مغمض كده ال 800,000 مفيش كالكوليشنز فيها، هو الاماونت وخلاص. ده فيما يتعلق بايه؟ ها بالريتين ايرنز. نروح ل الرقم المطلوب الثالث بيتنت تكنولوجي. لا البيتنت تكنولوجي هاخد بتاع البيرنت والسبسيدري، ان انا استحوذت على يخص مين الصب، بس هاخد بتاع السبسيدري فير فاليو السبسيدري فير، وهاخد بتاعي انا كبيرنت بوك فاليو. بوك ايه؟ فاليو. مش كده اللي حصل فيه تغيير اللي هو بتاع السبسيدري، لكن انا ما حصلش حاجه بالنسبه لي انا كايه بيرنت. بناء على ايه؟ بص لي كده على في الاكسرسايز فين البيتنت تكنولوجي بتاع البيرنت 900,000 وبتاع السبسيدري لا الفير الفير بس 300 هتنقص تبقى 280 يبقى 900 + 280 اهي يبقى بيتنت تكنولوجي. هنكتب ايه؟ هنكتب كده اهو بيرنت للتوضيح بس بوك فاليو بلس سبسيدري فير اهو يبقى البيتن البيرنت 900 والسبسيدري 280 ايكوال 1,180,000. تمام؟ اعتقد واضحه مش كده ولا ايه؟ واضحه. تعال معايا have you ever finished؟ no you have only 0 second to wait. 0 second. طيب you need some more time and not be waiting. I not be waiting. There no time to waste. خلاص نروح للمطلوب اللي بعده. الجود ويل حسبناه قبل كده. الجود ويل اتحسبت ولا ما اتحسبتش؟ في الـ 50. تمام؟ اهو نمبر 4. جود ويل ايكوال 50,000 between brackets above يعني محسوبه فوق. تمام؟ نروح للبند اللي بعده. طالب اللايبيلتيز. طبعا اللايبيلتيز هتتعدل بالايه؟ بال 300 فاكرين؟ طيب
الدنيا مشوشه معاك ارجع معايا. مش احنا قلنا هنا ان الليابيلتيز هنا هتزيد؟ ادي 300 اهي، هو ده اللي هيحصل فيه ايه؟ التعديل. هناخد بتاعه البيرنت والسبسيدري الايه البوك فاليو ونضيف عليها ال 300 دول اهو. الليابيلتيز انزل تحت، فين الليابيلتيز؟ اهي 500 بيرنت، 410 سبسيدري بلس 300 اللي هم الدائن بيهم بمناسبه الاكوزيشن. مش هو في البدايه بيقول لك في 300 خاصين بالاكوزيشن اهو، الليابيلتيز في بدايه التمرين، صح ولا لا؟ يبقى 500 410 بلس 300 اهي. نروح نيكست بيج 5 liabilities equal 500 بلس 410 بلس 300 equal 1,210. ما كتبناه اهي. طيب بوك. طيب نعم، اللي هي في بدايه التمرين خالص لما جيت عملت الانفستمنت، مش ده اصبح عليك دين 300,000 هم دول. طيب نروح للنقطه اللي بعدها اهي، اذا كنت ما خدتش بالك اهي اهي الليابيلتيز اهي. ايوه طيب عندنا الكومون ايه؟ ها طيب يا ترى الكومون ستوك هنعمل فيها ايه؟ هناخد البوك فاليو البوك فاليو بتاعت الايه؟ هتاخد، خد بالك، البوك فاليو بتاعت الاثنين وتضيف عليها الايه؟ ال 150 اللي احنا اشتريناهم. بص لي كده اهو الكومن ستوك هنا. ده ايه ده؟ ده اكسرسايز اللي بعده، معلش. الكومن ستوك كام؟ 360. وهنا في كام؟ وهنضيف عليهم كام؟ ال 100 خلاص؟ طيب هناخد، طب هو ينفع اخد ال 200؟ كله بيقول اوكي. طب ليه؟ او انا لما بعمل اكوزيشن للسبسيدري، لما بعمل ايه؟ يبقى انا اشتريت كل الاونرز ايكويتي بتاعته، اصبح ما لهمش ايه؟ اتقفلوا، هيتعمل بيهم كونسوليديشن انتري بعد كده، فمش موجودين، فيبقى اللي موجود اللي يخصني بس. الاكوزيشن، الاكوزيشن يعني ايه؟ يعني استحواذ، يعني الاكوزيشن اوف بيرنت اوف سبسيدر، بتعمل اكوزيشن بستحوذ عليهم، اصبح بدليل ان انا اشتريتهم خلاص. امال انا دفعت ال 900,000 في ايه؟ فانا اشتريته خلاص خلاص خلاص، فانا هاخد البيرنت اونلي ال 360 بلس 150 اللي هي البوك فاليو خلاص اهي. تعال معايا بقى كده 6 اهي. قلنا كومون برضو ايه؟ بيرنت. انا بعمل كونسوليديشن انتري ليه هنا؟ عشان بعمل لها كلوز، ملهاش وجود، تم الاستحواذ عليهم. بيرنت اونلي، يبقى 360 بلس 150 اللي هم بتوع الانفستمنت، البار فاليو اللي انا اشتريتها استحوذت عليها، اصبح التوتال كام؟ ها؟ 510,000. تمام؟ تمام؟
نروح للاديشنال بيدن ايه؟ بيدن كابيتال. دي هتتاثر بالانترست اللي عندنا. خد بالك انا باخد ما يخص مين؟ ما يخص البيرت. ها؟ ما يتعلق بالسبسيدري لا ما هي برضه الاديشنال بيت ضمن الاونرز ايكويتي ما بتدخلش اخد البيرنت بس. طيب بص لي كده على الاديشنال بيدنج كابيتال عندنا كام؟ اهي نرجع للانترست انا عندي 450 اللي ايه الاكوزيشن وعندي الايشونس كوست اللي هي ال 40 يبقى هضيف ال 450 واعمل سبتراكشن للايه؟ لل 40 تمام؟ طيب انت عايز تراجع الكلام مش كده؟ عايز تراجعه نجيبها لك من الانترست بص لي كده اديشنال بيت كام؟ ها؟ كريدت اهو واديشنال بيت هنا ديبت بكام؟ يبقى ادي اللي احنا بنتكلم عليه هنضيف ايه؟ ونعمل سبتراكشن لكام؟ لل 40 مش كده؟ طيب اخر حاجه اهي اديشنال بيد ان كابيتال ايكوال 200 كام بلس 400 كام ماينس كام ايكوال 600 ايه بكده نكون انتهينا من اكسرسايز اكسرسايز طيب تمام كده الاخ اللي نايم ورا الاخ اللي نايم صحيلي يا ابني الاخ اللي ورا ده صحيح Thank you.